بس انت ما غلطتش يا حسين. لا ما تقوليش ما غلطتش يا معتز، قولي اني غلطان وخايب معرفتش ادافع عن مراتي وطلع طبنجتك وضربني طلقه وبعتني ليها. لو انا بجد صاحبك واخوك لازم تساعدنا يا معتز، لازم اخد طرسال مميري وملكي، لازم اقطع من لحمهم حتت. طيب يا حسين والله العظيم ما هتسيبك، بس كل حاجه بالعقل. عقل ولا عاد في عقل؟ انا خلاص مختار يا معتز، مختار. انا معاك يا صاحبي ومش هسيبك، انت بس اهدى وكل حاجه تمشي ان شاء الله زي ما انت عايز. وبعدين خلاص انا نقلت معاك هنا في العمارة، انا عارف اجيب لقمه ناكلها سوا، وكمان عندها ايمان عشان كنت عايز اسلم عليك. كتر خيرها، مفيش داعي تتعبها. لا على ايه بس يا حسين؟ ابوك صحته عامله ايه؟ الحمد لله حبيبي بخير، خليك انت بس في البيت. تعرف ايه؟ الدقيقة كانت تمر تقولين يا ساني ربنا وحده العالم توحشتك قد ايه يا غالية. قلبي كان حاسس بيك وروحي كانت معك، بس انا كنت عارف. عارف ايه؟ انك مش هتقدر تبعد عني، ده انت عمري وروحي وحياتي كلها. كمان بحبك يا حكمت، بحبك. تعرف لما بتقول لي الكلام ده بيدخل جوات قلبي وبيحسسني اني ملكه الدنيا كلها بيدي. ربنا يقدرني ويخليكي مبسوطه كده على طول. خليك حدايا وانا ابقى مبسوطه، انا وولدك كمان. ولدي نفسي نضرب عيني، نفسي اعلمه والعب، ونفسي يطلع فلقه قمر زي امه. لساك شايف امه فلقه قمر؟ اياك ده انت القمر كله يا بنت. مين حب؟ مين حب؟ انا بستحي. تستحي؟ طب قومي اوريك اليخت من تحت. قومي تعال تعالي تعالي دياب. شوي انزل عليا يا ابن الكلب. هو عايش ولا ميت؟ دي نمرته، أنا متأكد. يا ترى هو اللي بيتكلم ولا حد تبع الإدارة؟ أسلم حل إنك كنسلت عليه، وابقى اتكلم بعدين واستفهم. نور يا كبير. من امتى بتشرب سجاير يا حسام؟ اهو بنفخ، مفيش غل يا ماما. يا ابني ربنا موجود، ما تعملش في نفسك كده، ده حتى يبقى حرام. يعني هو حرام اشرب سجاير ومش حرام اللي حصل لي؟ استغفر الله العظيم. ابني يا حبيبي ده قضاء ربنا ولا راد لقضاء الله.
ياما في ناس بتحصل لهم مصايب كتير وبيتصوروا ان دي نهاية العالم، لكن بعد كده بيكتشفوا انها مجرد محطة وبتعدي. سلمى ما كانتش محطة يا ماما. حسام يا حبيبي، انا تقريبا مريت بنفس ظروفك دي. لما ابوك الله يرحمه مات، الدنيا ظلمت في وشي، بس اكتشفت في النهاية لما ربنا اداني نعمة النسيان ان دي كانت مجرد مرحلة، وكان لازم ابتدي مرحلة جديدة بيك انت واخواتك. الحمد لله ربيتكوا احسن تربية، كبرتكوا ومليتوا عليا الدنيا كلها. كان عندك حاجة تعشلها؟ انا شاهين ده محمد، لما انا عايش ليه؟ تعيش لنفسك، لحياتك، لمستقبلك. حسام يا حبيبي انت ابن عمري، انا لما انكسرت ما لقيتش حد يقف جنبي غيرك. النهارده لما تنكسر استكتر عليا اني اقف جنبك. حياتي ورحمة سلمى، لو كنت بتحبني قوم معايا قوم روح معايا يا حبيبي. حاضر حاضر يا ماما. طب يلا يلا قوم معايا هنحضر الهدوم مع بعض. عملت ايه يا محمد في موضوع خطوبتك؟ خطوبة ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني اكيد هنأجل موضوع الخطوبة ده شوية لحد الأزمة اللي احنا فيها دي ما تعدي على خير. ده انا اشتريت فستان الخطوبة ورتبت كل حاجة وعزمت كل أصحابي، أقول لهم أنا إيه بقى دلوقتي؟ قول لهم أي حاجة. أنت بتحبنيش، عشان أنت لو كنت بتحبني عمرك ما كنت هتطلع شكلي زفت قدام صحابي. كده يا ريهام، ده بدل ما تقفي جنبي في الظروف اللي احنا فيها دي. يا محمد الحي أبقى من الميت. وانا قلت لك اللي عندي بقى وانت حر. سلام. وبعدها لك بقى يا لولا حبيبتي، مش هتبطلي قعدة البيت دي؟ طب ورحمه امي، انت من يوم ما بطلتي راس والراس خسرك. يسلم فمك يا باشمهندس مليجي، فعلا لولا من ساعه ما سابت الراس وانا وحشان الرعشه بتاعتها. طب اعمل ايه بس، ما المضطر بيركب الصعب، وبعدين ما حلت امه اللي عايز كده. بقول لكم ايه، سيبوكوا بقى من الموضوع ده، انا عندي فكره ما تخرش الميه. ايه رايك بقى تسيبي شقتك اللي متاجره دي وتروحي تعيشي مع عيله امك في وسط اهله؟ طب وهم هيوافقوا بالكلام ده؟ لازم يا بنتي يوافقوا، انت مرات ابنهم من حقك يصرف عليكي، وبكده بقى نضمن ان رجليكي جوه البيت. قشط عليك يا موني، تعجبني دماغك الغاليه دي، والنبي وديله جامد قوي عشان جامد ما خدش. لا خلي جامد، استنى شويه بس عبال ما افهمك انا الموضوع في الاخر. احنا بعد كده ندي العماره كتف قانوني، العماره تقع، السكان يمشوا، نبيع الارض احنا بملايين. ما تلعب عدل يا دي، انت بضحكتك النتنة دي بدل ما اديك في وشك اخنفك. امال ايه بلعب عدل اهو، حلو اهو، مني حظي اعلى منك يعني. انت حظك اعلى مني؟ ده حظ عوالم ده، انت مش فاهمك في لعب الورق انت. خبر ايه؟ هتفضلوا قاعدين تلعبوا في الورق ده طول النهار، اليوم هيخلص وانتوا لسه قاعدين. وانت عايزانا نعمل ايه يعني؟ ما احنا قاعدين مستنيينك لما تتنيلي تخلصي الطفح اللي هنطفحه. انا اللي هطفحك الدم يا مصطفى. حسام بيه؟ انت خليت فيه حسام بيه؟ انت مين يا جدع انت وعايز ايه؟ انا اكلمك تقفل في وشي يا ابن الكلب يا عاطي. استهدى بالله بس يا باشا، خلينا نتفاهم. انت فاكر اني مش هعرف اجيبك؟ ده انت لو في بطن امك يلا هجيبك يلا. قادر وتعملها يا سعاده الباشا، بس يكون في علمك انت لما كلمتني اني كنت قاعد مع منصور وما كانش ينفع ارد عليك، وقلت ان سيادتك هتفهم. وما كلمتنيش لما خلصت مع سي زفت؟ ها طب ممكن تهدى بقى عشان نتفاهم، ولا تحب تكمل ضرب؟ بناتك دول؟ ايوه يا باشا. ما تخافوش يا حبايبي، انا صاحب ابوك وبهزر معاه شويه، ما تخافوش. طب انتوا اصحابه بتهزروا مع بعض، اني ذنب ايه اكل كف زي ده على جفاي؟ اخرس يا ضرب. بس يا باشا، بس يا ابن الكلب يا واطي. ايه
وانت يا ولي خش نجر اعمل لنا كوبايتين شاي بدل ما انت واقفه كده زي الثلاجه البايظه. وما تخافيش، ده حسام باشا مديري في الشغل. ما تعمليش حاجه يا ستي، انا عايز جوزي في كلمتين وهمشي على طول. يلا. اديني حكيت لسعادتك على كل اللي حصل امبارح والكلام اللي هي قالته. لو انا غلطان في حاجه حضرتك قول لي. بصراحه يا محمد انت عداك العيب، بنتي هي اللي غلطانه. طبعا غلطان، تزعلش يا حبيبي، هي كان لازم طبعا تقدر الظروف اللي انتوا فيها. وبعدين بقى خلاص احنا بقينا اهل، يعني اللي يزعلكوا يزعلنا واللي يفرحكوا يفرحنا. طبعا يا طنط، وانا لو مش بحب ريهام ما كنتش جيت لكم وكنت اتصرفت من دماغي. انا مش عايزك تزعل منها يا محمد، لانه برضو مهما كان البنت لسه صغيره وما تفهمش في الحاجات دي. معلش يا حبيبي، انا هقعد معاها وافهمها كل حاجه. ماشي، متشكر على اذنكم. ساعتك تأمرني باي حاجه؟ لا متشكر قوي حبيبي، بس اطمني حسام اخباره ايه دلوقتي؟ والله يا فندم مش عارف اقول لحضرتك ايه، ربنا يصبره على اللي هو فيه. على اذن حضرتك. بقى في حياتك يا باشي. حياتك البقى يا طاهر. والنعمة الشريفة أني اتفاجئت زيك بالظبط، بس أنا حذرتك يا باشا وقلت لك إن منصور ده حطك في دماغه. المرة دي بقى أنا اللي حطيته في دماغي، هو ودياب ابنه وأنا وهما في الدنيا دي كلها. والله عندك حق يا باشا. يا ساتر، ده اللي زي منصور ودياب ده مسخوا الدنيا. إلهي ربنا يبتليهم بمصيبة ويريحنا منهم. على إيدي إن شاء الله. اسمع طاهر، ركز في اللي هقوله لك ده وطرطق ودانك كويس وتنفذ اللي هتسمعه بالحرف الواحد. معقولة التأخير ده على الباب يا ماما؟ وحشتيني يا ست الكل. يا قمر يا سكر، ازيك عاملة ايه؟ حضرتك مين؟ أنا لولا. لولا مين؟ لولا مرات ابنك. لا حضرتك غلطانة في العنوان. لا أنا بقى متأكدة، مش حضرتك مامة عمر؟ أيوة، بس عمر مش متجوز. لا ازاي؟ أنا لولا مرات عمر، وقررت بقى اجي اقعد معاكوا هنا على طول. انت بتقولي ايه؟ عمر تعالي هنا. عمري لولا حاسبي كده. وحشتني. مين الست دي يا عمر؟ دي رد عليا. مين دي؟ رد على ماما يا عمر، ما تزعلهاش ولا تحب اقول لها انا. دي مراتي يا ماما. يلزمك كام حته؟ 100 حته كلاشنكوف على 100 صندوق ذخيره. ده احنا داخلين على انتخابات يا كبير، كل سنه وانت طيب. وانت طيب، بس يكون في علمك ده شاحح اليومين دول من السوق. في حاجه تشح على الكبير بقى؟ ده انت الكبير. تعيش، بس السعر هيختلف. ليه بس؟ ما احنا راسين على السعر من العمليه اللي فاتت. اللي فات مات يا سيدنا، واحنا اولاد النهارده، والنهارده الحكومة مقفلة على كل حاجة، ومعادش تهريب من بره واصل، وبناخده من المخازن ومنطلعه من اللحم الحي. الله، السعر هيزيد قد ايه؟ الطاق طاقين. واه كتير قوي يا كبير. خلاص هات من بره وشوف هيوقع عليك بكام. ده اذا عرفت تدخله وما تقفشتش ورحت في حديد. الله الله الله، ليه كده يا كبير؟ تعجدها ليه كده؟ لانها معقده رباني. خلاص يا كبير ولا تزعل، احنا هناخد من عندكم بالسعر اللي تقول عليه. ما كمل اول، لازما يعني المناهج دي. معلش عاد، زباينك بيتجلوا عليك. ماشي يا سيدنا، جهز فلوسك، وبعد 3 ايام تلاقيني عند الجبل الاصفر عند الكيلو 70. حكون واقف مستنيك انا والرجاله ومعانا البضاعه. طالع بنفسك يا كبير؟ امال ايه، اللي كنت بستأمنهم على مالي راحوا واحد ورا التاني، والكلاب السعرانة عاوزة تنهش في لحمي. لكن أنا لازم أوريهم من هو منصور البطاش. ها، نتقابل بعد 3 أيام بإذن الله. السلام عليكم. يا ماما يا حبيبتي، ألف سلامة عليكي. يلا بقى دوقي عمايل إيديا وحياة عينيا. ماليش نفس كده يا ماما. ده لسان العصفور اللي انت بتحبيه وعملتهولك بايدي. قلت لك ماليش نفس. انت ايه، ما بتسمعيش كده برضو؟ فضلي اطلعي بره، اطلعي بره، عايزه اقعد لوحدي. حاضر.
حقك عليا. ينفع كده يا سهر؟ اعمل لمامتك شوربه وادخلها لها عشان تاكلها تروح ترضاني من الاوضه؟ وانت ايه اللي دخلك عندها؟ ما تخليكي في حالك. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ ده بدل ما تقولي كلمه طيب بيها خاطري؟ يوه مش هنخلص بقى ولا ايه؟ والعمل يا طاهر، الضابط حسام فاضل له تكه ويشك فيك، والمره الجايه مش هيطيق لو ما لقاش عندك معلومه تفيده. اعمل ايه بس يا ربي؟ ما هو لو قلب علي هروح في حديد، ولو بلغته بمكان دياب حطير المصلحي، وابقى كده خسرت كل حاجه. اني امسك العصايه من النص، بس ازاي؟ ايوه ابلغه بعمليه سيدي منصور، وهو طعم اشغله بيه عن التدوير ورا دياب. ما هو اني لما ارميله منصور يعضعض فيه هيهدى علي ويروق لي الجو مع دياب ابو الشباب. يا سلام عليك يا واد يا طاهر وعلى مخك السم. البلد دي لو فيها منك اتنين كانت خربت، ولو ما فيهاش ما هي خرباني خرباني. يعني هي جت علي على فكرة، دي أول مرة تكلمني بالطريقة دي. سيبيني في حالي وكفاية اللي حصل. هو إيه اللي حصل؟ أنت عارفة كويس اللي حصل. هو أنت يا ساهر هتعمل زي مامتك؟ لأن هي دي الحقيقة. وأنا ذنبي فيها إيه؟ ذنبك إنك أخته. ومراتك يا ساهر، ولا نسيت؟ لو سمحت يا شاندة، سيبيني لوحدي عشان أنا مش عايز أتكلم مع حد. هو انت يا ساهر مسيبني بيتي وجايبني مقعدني هنا مع باباك ومامتك اللي هي اصلا مش طايقاني، ولا انت كمان بقيت طايقني، وفي الاخر بتعامل المعامله دي؟ طب انا قاعده هنا ليه؟ ما ترجعني بيتي. انا مش هسيب ابويا وامي لوحدهم، ولما قرر نرجع بيتنا هبقول لك. ايه اللي انت عملتيه ده؟ اتجننتي؟ اتجننت علشان عايزه اعيش مع جوزي حبيبي كده برضو؟ هي دي وصية خالي المليجي ليك؟ انا ما قلتش حاجة، بس على الاقل تعرفيني عشان اعمل حسابي. ما انا الشقة الايجار اللي كنت قاعدة فيها سبتها خلاص، وقلت اجي اقعد مع جوزي حبيبي واعملها لك مفاجأة. مفاجأة زي الزفت. زفت؟ وجوزي معاك زفت؟ زفت على دماغك. انت قللت الادب وانا ممكن اطردك دلوقتي حالا. اوكي، من غير ما تطردني يا حياتي انا همشي، بس قبل ما امشي هتطلقني، وعشان تطلقني انت عارف هتدفع لي مؤخري 250,000 جنيه ما ينقصوش جنيه. لولا اعقلي يا حبيبتي. اعقلي انت يا قلبي، بدل ما اوريك الجنان الاصلي. ها قلت ايه؟ هقول ايه؟ بيتك ومطرحك يا روحي. ايوه كده يا حياتي، اتعادل. السلام عليكم. بوناسيرا سينيوري. السلام عليكم يا باشي. يا باشي منصور هيسلم عملية كبيرة بعد بكرة الفجر. فين؟ ورا الجبل الأصفر عند 70 كيلو. متأكد؟ عيب يا باشي، دي فرصتي وجات لي لحد عندي عشان أسلمك رقبة منصور تفش فيها غلك. الولد ده في أخبار عنه؟ لا لسه يا باشي، بس والنعمة الشريفة أول ما أعرف عنه حاجة أقول لك على طول. اسمع مصطين، أنا عايزك تفتح عينيك، مش عايزه يفلت. لو فلت ورحمة الغالية رقبتك قدامه. يا باشي ما تقولش كده، ده إحنا خدامينك. أنا عارف عارف يا مصطين. إيه مستني حاجة؟ لا يا باشي أمشي؟ السلام. أوامرك يا باشي. السلام عليكم.
فكره انت السبب في الموضوع ده. انا السبب ليه يا ايمان؟ يا ماما انت مش واخده بالك انك فضلتي تدلعيه لغايه ما اتعوج علينا واتجوز رقصه. انا برضو يا ايمان. ايوه يا ماما طول عمرك بتفرقي بينا، وكل ما اكلمك في الموضوع تتحججي لي ب 100 حجه وتقولي لا ده راجل محدش هيحاسبه. انا عمري ما فرقت بينكم، انتوا الاثنين ولادي وماليش غيركم. لا فرقتي يا ماما. حرام عليك يا ايمان، ما تظلمنيش، انا اللي فاهم كفيني. خلاص يا ماما اهدي. شفتي الرقاصه دي فين؟ جات لي لغايه هنا ومعاها شنطه هدوم بمنتهى البجاحه اللي في الدنيا، وقال ايه عايزه تعيش معانا. يا نهار ابوها اسود، هي الوليه دي اتهبلت ولا ايه؟ والله العظيم انا كنت حاسه انها هتعمل كده من الاول. ايه يعني انت يا ايمان كنتش عارفه ان اخوكي متجوز واحده زي دي من ورايا وخبيتي عليا ليه؟ حرام عليكي. انا اسفه يا ماما، بس والله العظيم حاولت اتصرف من وراكي. انا ما كنتش متخيله الوليه دي هتتهبل وتيجي تقعد لك هنا في البيت يا ماما. دي مصيبه يا ايمان، هنعمل ايه؟ في اي اسئله تانيه يا رجاله؟ لا تمام يا فندم. في تنبيه مهم لازم كلنا نعرفه، منصور البطاش لازم يجي هنا حي، واي اذيه هيتعرض لها هيعرض العمليه كلها للفشل. واضح؟ واضح يا فندم. اتفضلوا، ربنا معاكم. وسام استنى. عمره يا باشا. ما بلاش المأمورية دي يا حسام. سعادتك عارف المأموريات اللي طلعتها كلها في حياتي كوم، والمأمورية دي بالذات كوم تاني. عشان كده بقول لك بلاش. تقلقش سعادتك. طمن. ممكن اطلب منك طلب؟ انت تطلبي طلب واثنين وثلاثه واربعه. ممكن تغمض عينيك ما تفتحش غير لما اقول لك؟ غمض عينيا؟ حاضر اهو غمضت عينيا. خليك مغمض. ها يا ست تجيلي مغمض اهو. غمض عيني ما تفتحش واحلم معايا وهات ايديك. فتح بقى. مش مفتح، ايه رايك بقى؟ اهو فتحت. الله ده حلو قوي الخاتم ده. ايه رايك؟ استني بقى، ده بيتلبس هنا؟ لا هنا كده. اه كل سنه وانت طيب. تصدقي ان انا كنت ناسي. ربنا ما يحرمنيش منك. ما يحرمني منك. بص لي كده ليه؟ مش هقولك. ما تبقيش رازله بقى، قولي بص لي كده ليه ولا لا؟ مش هقولك. عشان خاطري. هتقولي هتقولي هتروحي فين؟ ايوه يا محمد، عينيك على اخوك، مش عايز يتهور ويبوظ العمليه. انا وافقت اطلعه عشان ظروفه بس. ما تقلقش يا فندم، حسام مهما حصل برضه ظابط عنده خبره وعارف حدوده كويس. ماشي يا سامي، اطمن، احنا كلنا جنبه. ماشي يا باشا، مع السلامه. Thank you.
ارمي سلاحك انت اهو، انزل على ركبك. براحتك يا ولد الهلال، اقبض علي، انا طالع طالع وانت ما هتشوفش مرتك. ورص حسام. لا يا حسام، حسام فاتن. سامحنا معتز، سامحنا صاحبي، والله العظيم ما كان قصدي، انت الوحيد اللي عارف انه ما كانش قصدي. انا كنت في دنيا تانية يا معتز، ما كانش في دماغي غير سلمى وطارة. معتز استرها يا رب، استرها يا رب عشان خاطر بنته ومراته. معتز حبيبي يا حسين، حبيبي اللي حصل لك، اللي حصل له يا حسين. الحمد لله. مين اللي عمل فيه كده؟ استهدي بالله بس. انت كنت فين يا حسام؟ انا كنت موجود والله. احنا حصل ايه؟ حصل تعامل اثناء المأمورية. ف الله يحرق المأموريات بتاعتك على الشغلانة بتاعتكم. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده. اهدي بس يا مدام ايمان، ان شاء الله خير. طب الدكتور قال لك ايه؟ هسأل الدكتور، هسأل الدكتور عن الحالة. طب روح اسأل الدكتور يا حسام. ليه يا معتز كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيك كده. يطنوا الكبير، قصد الرجالة دي كلها كيف يحصل كده وهم واقفين زي البهايم؟ خدوهم على اخوانه وتفرجوا عن بعضيه. أو يعني منصور الكبير يتحركوا على قطيعه يسيبوه والكلاب بتنهشوا. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا كبير. عرفت الظابط اللي قتل ابوي؟ كنش دي الظابط اللي قتلنا مرته ورمينا جتته في البحر؟ ايوه. هو ما اشتغل ولا رددت له الروح تاني؟ بانه زي القطط بسبعة ارواح. يمين بالله، يمين بالله انا اخطف روحه قطر، والجزمة اللي داس بيها على رقبة الكبير ندوس عليه هو وعيلته بفرقة. ومين سمعك يا سيدياب؟ ده انا النار اللي لساها جايدة في قلبي من ساعة ما قتل اخويا محروس لغاية دلوق. حياة ده وما بقاش حكمت لو ما انتجمتش مني، خليته يندم على كل لحظة عاش فيه. والظابط التاني ليه؟ اللي وقع حصل له ايه؟ لحقوه ونقلوه على المستشفى. كفايه نيته، كفايه نيته باللي كان عاوز يعمله مع ابوي. نيته بس تخليني اشرب من دمه. نيته مش لوحدك يا سيد الناس، احنا كلنا لازم ناخد بطار الكبير من الكلاب دول. حملوني لوحدي دلوقتي، حملوني. وهدان يلا. سامحني كبير، سامحني أبوك.
الله يرحمك يا كبير، يبقى مش الطوبه اللي تحت راسك. ما كانش يومك يا كبير يا مراري. نعمل ايه من بعدك يا ابوي؟ يا ويلي من اللي حنشوفوه في الايام الجاي. مرار طافح الله يرحمه كان مفتري، بس كان ظهر وسند لينا. واه يا خوفي لما الكلاب السعرانة تنهشف لحمنا وما نعرفوش نسكتها. والعمل يا رجال، مين اللي هيتصدى لأي خطر ممكن يواجهنا ويبقى كبيرنا؟ ست حكمة. خير يا سمار؟ عمك سسادك بيه عايزك بره. ما جالش عاوز ايه؟ لا ما جالش. خير عاوز ايه يا عمي؟ دي طريقة تكلمي بيها عمك يا حكمة. جاي عزيكي واخد بخاطرك. سعيكم مشكور، بس يكون في علمك موت الكبير مش هيغير حاجة من اللي كان. وما تتعشمش الناجي معاك واسيب بيت جوزي واهل ولدي اللي في بطني. ومين قال غيرك ده؟ انت لازم أن تكوني ببيت جوزك وبولدك. هو مش اللي في بطنك واد بردك؟ العلم عند الله. ان شاء الله يكون واد ويتربى ببيت جد وابوه ويتمرمغ في عزه. يعني انت موافق ان انا اقعد هنا وما فارقش بيتي؟ تبقي خسيسة وقليلة الاصل لو سبت جوزك واهله في محنتهم ومشيتي. من ميت المروءه والشهامه دي يا عمي؟ من زمان، بس انت ما واخدش بالك. وعشان ابين لك حسن نيتي، انا ما عنديش مانع ارجع لك 30 فدان نصيبك في ورث ابوكي، ولو انه عرفنا وانت خابره ما بنورثش البنات. معقوله هترجع لي ارضك دي بالساهل وعن طيب خاطر؟ طبعا انت بنت اخويا الغالي، بس انا ليا طلب صغير قدك دي. طلب ايه؟ ارض منصور البطاش اللي على الزراعيه اللي ملازمه الارض تمام. مالها؟ فيها 50 فدان محتاج اضمهم لارضي وهدفع لك الفرق. وانا دخلي ايه؟ وانا ملكهم؟ مع الوقت هيبقوا ملكك انت ام الواد. عمي لو انت نسيت ان دياب لسه عايش. دياب في حكم الميت، ده محكوم عليه بالاعدام، يعني في اي وقت الحكومه تمسكه وتنفذ الحكم، ولو عافر معاهم ديته طلقه ويخلصوا مني. بعد الشر عليه، الشر بره وبعيد. ما تنساش انه جوزي يا عمي. انسى كيف يا بنت اخويا يا غاليه؟ شفتي ان عمك بده مصلحتك بجوازك من دياب؟ املاك البطاطشة واطيانهم كله بكره تبقى ملكك انت وولدك. ملكي كيف؟ انت نسيت ان النجيبه مرات جابر عنديها واد هي كمان؟ هتخولها. يا حصلت اللي بتقولك ده يا عمي؟ يمين الله لو ما سيت شعره مني يكون انا اللي واقفه لك. يا بنت انا رايدك تبقى ست الناس وتاج راسهم وحره نفسك. طالما بتقولك ده اللي يجبرني اسمع كلامك. قلت لك هرجع لك ارضك من ورث ابوكي، افهمي. ارض البطاطشة اكبر واحسن. تمام، لكن ارض من غير قوه تحميها وتحافظ عليها قلتها احسن. يعني ايه؟ يعني بعرض عليكي اكون ظهرك وتكوني لي وجهه واحط بيها يدي على ارض البطاطشة. بيجي هي الحكاية كده. اسمع يا حكمت، أنا جايلك دغري من غير لا لف ولا دوران، وعقلك في راسك تعرفي خلاصك. مت يا بوي، مت وقابلت دياب لحاله. ما انت عارف يا بوي ماليش غيرك في الدنيا دي. نامي نامي وارتاح يا سلمى. خلاص يا حبيبتي خدت لك طارق انت وسلمى الصغيره.
لو كان علي لي عاوز ادفن جارك في قبرك. وحشتيني وحشتيني ومستني اليوم اللي قبلك فيه بفارغ الصبر. اوعك تفكر يا ابوي اني بعدك عايش في الدنيا دي. الدنيا بعدك بقيت قبل كبير يا ابوي كبير كبير. مهما وصفت لك قد ايه وحدتي من غيرك مش هتصدقي. الله يرحمك يا حبيبتي. سامحني يا جابر. سامحني يا اخوي. قتلوك قدام عيني وما قدرتش اعمل اي حاجه. عمري ما حبيت ولا احب حد قدك. الرصاص اللي دخل صدرك دخل صدري وقلبي كمان. عارفه يا سلمى؟ من ساعة اللي حصل وانت صورتك قدام عيني بتخيلك وبقعد معاكي وباخدك في حضني، بس لما بفوق وبلاقي نفسي لوحدي بتعب. انت مت يا جابر، بس والله انا لحد دلوقتي بنسف، والله بنسف يا ابو. بتعب قوي يا سلمى. أنا عارف يا أبوي إنك قرقان في قبرك على تارك وحياة خطفتك اللي قطعت بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خذ بتارك أو أنا أرجعك.